عايزة تاخد فلوس كل ما فقرتها تتذاع، وقالت لها خدي بالك علشان هتتحبسي. صاحبة قناة شمس فتحت النار على ريهام سعيد، وكل ده بسبب كريم تفتيح للبشرة. وريهام بتدافع عن نفسها وبتقول انها نصابة. تعالوا نقول لكم الحكاية فيها ايه. من شهور فاتت ريهام سعيد بشكل مفاجئ راحلها عن قناة شمس، وانها مش قادرة تظهر مرة تانية في البرنامج. ولما اتسألت عن السبب قالت انها ظروف صحية، وانها علاقتها بالقناة وصاحبتها كويسة جدا علشان ترد عن اي تساؤل في خلافات ولا لا. لكن في نفس الوقت مضت ريهام برنامج جديد مع قناة هي، وده اكد للجمهور ان في خلافات بينها وبين قناة شمس. ريهام رفضت تماما انها تتكلم في الموضوع ده لحد ما تصدر ترند بسبب عرضها دعاية اعلانية ليها على قناة شمس لكريم تفتيح، والجمهور كله سأل ازاي هي طالعة رغم انها ألغت تعاقدها. ومنها بدأت الأزمة لريهام، وقالت انا ماليش دعوة بالإعلان ده، وانا كنت مضطرة اعلن المنتج في برنامجي لسبب شخصي، لكن انا مش مسؤولة عنه نهائي، واتخذ اجراءات قانونية في الموضوع علشان. وقالت انها ملهاش علاقة بالإعلان عن الكريم، وقالت الإعلان ده هو السبب انها هتمشي من القناة علشان الكل يتفاجأ لصاحبة القناة شمس، وبتكشف المستور كله وبتكشف قدام الناس بسبب الخلاف بينها وبين ريهام. وبتكتب في بوست وقالت مين اللي قال انك مسؤولة عن ترولا لايف، وانتي مذيعة اخدت اجر على الفقرات دي وخلصنا، كونك بكل الطرق انك حاولتي تاخدي اجر تاني وترفض ده اللي مخليكي وصلتي للحالة دي. انسي اللي بتعمليه ده، مش هخليكي تاخدي مليم زيادة لانه مش من حقك. وعلشان الكل يفهم، الهانم دي عاوزة كل الفقرات اللي اخدت عليها اجر 450,000 جنيه، عاوزة تاخد فلوس تاني، وده عمره ما حصل في اي قناة في الدنيا، ولا عربية ولا اجنبية. وكملت كلامها وقالت علشان اوضح اكتر، على سبيل المثال محمد رمضان اخد اجر على مسلسل جعفر العمدة، فهل من المنطقي كل اما المسلسل يتزاع ياخد اجر تاني؟ اتقي الله في اللي خلقك، كفاية حرب، ركزي في شغلك، خلصنا بقى. بالمناسبة انت هتتحبسي يا ريهام، وعلى الفور خرجت في فيديو علشان تدافع عن نفسها وتكشف الحقيقة من وجهة نظرها، وقالت انا واحدة لا بعرف اطبل ولا بعرف اقول عكس الحقيقة، انتوا كنتوا السبب اني مشيت من القناة بعد سنة، وانا اخد حقي بالقانون. ازاي يعني كنت عاوزاني اقعد معاكي وانا بيجيلي رسائل تهزيق فيا؟ صحيح انتي مسحتيها، بس في ربنا عارف وشاهد كل حاجة. انا هاخد حقي بالقانون علشان بلدنا بلد القانون. انا ما طلبتش منك فلوس، والاسباب الشخصية اللي اهدمها في المحكمة انا مش عاوزة الاعلان ده يتعرض تاني، ومش مسؤولة عنه. بعد ما مشيت تفتكروا بعد ما الطرفين طلعوا واتكلموا مين هو صاحب الحق؟ وهل يكون في مفاجآت هتظهر في الموضوع ده؟ شاركونا الرأي.